السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب نبتة حسنة، النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هو طريقة مبسطة لعمل البحث بدون كمبيوتر والإنترنت. أنا عارفة إن في كتير منكم خلاص خلص البحث وقاعد منتظر 1/5 علشان يشوف القرارات الجديدة وبعد كده هنعمل إيه، لكن أنا الفيديو النهاردة بتاعي موجه للناس اللي لسه مش عارفين يبدأوا ولا عارفين يعملوا البحث لسه لحد دلوقتي. هنشرح النهاردة كيفية عمل البحث للمرحلة الابتدائية، وإحنا عارفين إن الموضوعات البحث بتاعنا هي إما السياحة أو الصحة أو الطاقة أو الماء، هتختار واحد بس من الموضوعات دي. خلاص، هنجيب مجموعة من أوراق الفلوسكاب. الورقة الأولى هتكتب فيها المحافظة والإدارة والمدرسة وعنوان البحث بتاعك اللي أنت اخترته، وهتكتب اسمك والكود بتاعك. لو مش عارف تجيب الكود هتصور شهادة الميلاد نسخة وهترفقها مع البحث. بعد كده هنكتب مقدمة صغيرة عن موضوع البحث اللي أنت اخترته، سواء كان السياحة أو الصحة أو غيرها، هتكتب مقدمة صغيرة جدا عن موضوع البحث بتاعك. بعد كده العناصر بتاعت الموضوع، كل موضوع من الموضوعات اللي فوق دي الوزارة محددة ليهم مجموعة من العناصر ممكن تكتب فيها، العناصر بتاعت سنة تالتة غير سنة رابعة غير سنة خمسة وهكذا. تمام، هتشوف العناصر دي وهتكتبها في الصفحة رقم 3. بعد كده هنمسك كل عنصر لوحده وهنشرحه بالتفصيل. طبعا شرح العناصر ده أكيد هياخد أكتر من ورقة. خلاص، في آخر ورقة هنكتب النتائج بتاعتنا، يعني مثلا لو كنت مختار موضوع الماء مثلا هنقول مثلا ان كل الكائنات الحية بتحتاج الى الماء، بنستخدم الماء في ايه، مثلا في الشرب، في الزراعة، في الاغراض المنزلية، وان احنا يجب علينا ايه واجبنا نحو الماء، المحافظة عليه وعدم تلويثه وهكذا. طب المصادر بتاعتنا ايه؟ اكيد المصادر بتاعتنا هتكون الكتاب المدرسي، اي معلومة جبتها من اي مصدر لازم تكتب المصدر بتاعه، ولازم يكون مصدر موثوق منه. تمام، جريدة رسمية، مجلة معروفة، كتب موجودة عندك مثلا قريتها مثلا قبل كده أو موجودة عندك في البيت، أو لو ما عندكش حاجة خالص هنكتفي بس بكتاب المدرسة ومفيش مشكلة. تمام، يبقى احنا كده خلصنا البحث بتاعنا، هو بسيط جدا مفيهوش أي حاجة. أتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.